الولايات المتحدة الأمريكية توعدت بتحركات وبعواقب مدمرة ضد روسيا إذا ما سعى الرئيس الروسي إلى استخدام الأسلحة النووية في الفترة القادمة، وهذا كله تم عبر الخط الساخن أو الهاتف الأحمر. كل هذه التفاصيل أصبحت واضحة يوم أمس من مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان في لقاء قد تم على NBC News الأمريكية في برنامج Meet the Press. وواحدة من الأسئلة التي طرحت هي مرتبطة بتقرير قد صدر قبل 4 أيام على الواشنطن بوست الأمريكية، في وهذا التقرير طبعا هو أكد بأن الولايات المتحدة الأمريكية وتحديدا إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أرسلت رسالة خاصة غير علنية غير معلنة، كما هو ملاحظة Private Warnings، بتحذيرات خاصة للغاية قد أرسلت إلى روسيا بطبيعة ما ممكن أن تفعله الولايات المتحدة الأمريكية إذا ما ذهب بوتين إلى السلاح النووي. وعلى هذا الأساس السؤال هنا الأكبر الذي طرح على مستشار الأمن القومي السيد جيك سوليفان، إذا ما الولايات المتحدة الأمريكية استخدمت الخط الساخن الهاتف الأحمر المرتبط بأخطر التفاصيل التي ممكن أن تأتي على مستوى العالم، هذا الخط هو مرتبط بين البنتاغون وبين الكرملين، هل استخدمتم هذا الخط الساخن هذه المرة مع الكلام بالسلاح النووي؟ الكلام من جيك سوليفان كان بنعم وأسماها بالقنوات ولم يطلق عليها طبعا الخط الساخن، ولكنه أجاب بالموافقة على هذا الأمر والتأكيد وقال بهذا الشكل بالنسبة لجيك سوليفان. هذا حصل مرارا خلال الأشهر الماضية، يقصد الاتصالات، بل وحصل خلال الأيام الأخيرة الماضية، لكن لا نود أن نلمح إلى ما تبدو عليه تلك القنوات لأننا نود حمايتها كي نملك القدرة المستمرة على الوصول إلى روسيا وأن نخبرهم بأي عبارة أو أخرى، بل أنه أرسل تهديدا خطيرا إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقال الآتي: إن قررت روسيا سلوك السبيل المظلم وتوظيف الأسلحة النووية، إن تعدت روسيا هذا الخط الأحمر فإنه ستكون هنالك عواقب مدمرة لروسيا. روسيا تدرك جيدا ما يمكن الولايات المتحدة فعله في حال استخدمت الأسلحة النووية في أوكرانيا، وهذه التهديدات التي تأتي من جيك سوليفان هي لا تأتي فقط بسبب قول الرئيس الروسي مؤخرا بأنه هدد باستخدام الأسلحة النووية، لا أبدا، بل أنه أيضا أعلن عن التعبئة الجزئية في الداخل الروسي ل 300,000 مقاتل من المتدربين طبعا بالنسبة من الاحتياطية الروسية الذين يعرفون كيف يقاتلون وقد خدموا في الجيش الروسي. طبعا هو أعلن هذه التعبئة وهو اعتبرته الولايات المتحدة الأمريكية تصعيد، وكذلك أنه بدأ بعملية استفتاء خطيرة للغاية حذر منها جيك سوليفان وأرسل تهديدات أخرى. هذه وهذا الاستفتاء هو فعلا بدأ في الداخل الأوكراني من أجل ضم عدد من الأراضي الأوكرانية إلى روسيا وأن تصبح جزءا من الأراضي الروسية. نتحدث هنا ببساطة عن خيرسون وزاباروجيا ولوغانسك ودانييتسك التي تعتبر طبعا هي من إقليم دونباس، كل هذه المناطق إذا ما تم الاستفتاء وتمت موافقة الناس طبعا ومتوقع أن تكون هنالك نتيجة كما حدث مع شبه جزيرة القرم في عام 2014 وتحولت باللون الأحمر بعد أن كانت هي طبعا أرضا أوكرانية، هذه المناطق هي تمثل 27% من الأراضي الأوكرانية التي ستذهب مباشرة إلى روسيا. والمشكلة في هذا الأمر بأن الاستفتاء سينتهي يوم غد، وبالتالي نحن أمام إعلان كبير للغاية سيأتي من روسيا في عملية انضمام هذه المناطق التي ذكرناها وتصبح كلها باللون الأحمر وتنضم إلى روسيا مباشرة. بالنسبة لجيك سوليفان حذر من هذه المسألة وحذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: إن ذهبت واستمريت في مسألة الاستفتاء وفعلا حولت هذه وقمتم بتحويل هذه المناطق إلى مناطق تابعة إلى روسيا، فإن عليكم توقع وعليكم أن تكونوا على يقين بأن ستكون هنالك عقوبات مشددة على روسيا وسيكون هنالك زيادة بل مضاعفة في الأسلحة التي ترسل إلى الجيش الأوكراني. وهذا عز الطلب بالنسبة للأوكرانيين، لأن الأوكرانيين لديهم طلب واضح كان قد وضحته ووضحته الحكومة الأوكرانية، ورئيس الوزراء الأوكراني تحديدا أكد بأنه سيكون هنالك، نحن بحاجة إلى عقوبات مشددة على روسيا، نحن بحاجة أيضا إلى سلاح والمزيد من السلاح، ونحتاج إلى المال، ونحن سنتصرف
مع القوات الروسية، وهذه طبعا تعتبر ويعتبر التهديد من جيك سوليفان في مسألة مضاعفة الأسلحة المرسلة إلى الجيش الأوكراني هي تعتبر مسألة خطيرة وخطيرة للغاية. لماذا؟ لأن هنالك مسألة مهمة جدا واجهتها روسيا ولا زالت تواجهها الآن. في بداية العملية العسكرية بالنسبة لروسيا هي بدأت بهجوم كبير جدا على إقليم دونباس بهذا الشكل، وصلت إلى خيرسون إلى ميكولايف وبدأت بالضغط على أوديسا، ذهبت إلى خاركيف ووصلت، وأهم المناطق التي حاولت الوصول إليها هي إلى العاصمة الأوكرانية كييف بهذا الاتجاه، وأصبحوا على بعد ما يقارب 10 كيلومترات من مكتب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي. ولكن الأسلحة التي أرسلت من الناتو ومن الولايات المتحدة الأمريكية، عندما نتحدث عن الستينجر، عن مضادات الصواريخ طبعا المضادة للدروع والمضادة للدبابات، هذه بحد ذاتها مع الإلو وغيرها التي استخدمت وأرسلت إلى الجيش الأوكراني، مكنت الجيش الأوكراني من أن يبطئ عملية التقدم من قبل القوات الروسية مباشرة إلى العاصمة الأوكرانية كييف، وبعد ذلك انسحبت القوات الروسية إلى بيلاروسيا بعد عملية دفاع مستميتة من القوات الأوكرانية. أخذت طبعا بالنسبة لروسيا اعتبرتها بأنها مسألة تكتيكية، ضغطت حصلت على ما تريده من العاصمة الأوكرانية كييف وانسحبت، ولكن السلاح لعب دورا في هذه المعركة. كذلك في المرحلة الثانية بالنسبة للقوات الأوكرانية، وهنا المسألة المهمة، أن الناتو والولايات المتحدة الأمريكية عندما وفروا المدافع وهي الام 777 هاوتزر المدفع الامريكي مع الهايمرز الصواريخ والمنظومة الصاروخية المهمة جدا الامريكية، عندما تم تزويد الجيش الاوكراني بهذه المنظومات التي تحدثنا عنها تغيرت المعادلة، اصبح الجيش الاوكراني هو الذي يضغط، هو الذي مسك زمام الامور في الهجوم على القوات الروسية. وفعلا عند وصول هذه المنظومات بدأت تنسحب القوات الروسية، انسحبت طبعا من مدينة خاركيف وبدأت تتعرض إلى ضغط كبير وكبير للغاية. المشكلة الآن مع هذه المسألة أن تهديد جيك سوليفان في مسألة الاستفتاء وقوله بأنه لو استمريتم في الاستفتاء سنضاعف الأسلحة المرسلة إلى الجيش الأوكراني، فهذه لا تعني بأن هذه الأسلحة التي تحدثنا عنها هي فقط التي سترسل إلى الجيش الأوكراني، لا أبدا، بل قد يعني إرسال المزيد ورفع نوعية الأسلحة التي ترسل إلى الجيش الأوكراني، خاصة وأن أوكرانيا قامت بطلب واضح جدا من الولايات المتحدة الأمريكية أن يتم تزويدها بمنظومة الباتريوت، بطائرات F-16 وبدبابات أبرامز، وكذلك بأن هنالك المنظومة الدفاعية منظومة، وهذه المنظومة التي ترونها أمامكم وهي ناسمز، هذه المنظومة هي المنظومة التي تحمي البيت الأبيض، قد أرسلتها الولايات المتحدة الأمريكية إلى الجيش الأوكراني، والجيش الأوكراني استلم هذه المنظومة فعلا وبدأوا بتفعيلها ضد القوات الروسية في هذه المعارك. وبالتالي نحن نتحدث عن منظومة دفاعية تأتي بدرجة أقل من منظومة الباتريوت التي تضاهي منظومة S-400 الروسية، تطور نوعي وتصعيد نوعي كبير للغاية من قبل طبعا الولايات المتحدة الأمريكية وتزويدها طبعا للجيش الأوكراني. وهذه ويجب أن نفهم بأن من دون F-16 ودبابات أبرامز والباتريوت فإن القوات الأوكرانية أساسا تضغط بشكل كبير في الأرض على روسيا، وهنا الخطر يأتي في هذه المسألة. هنالك ضغط في هذه المنطقة إلى شرق خاركيف على كوبيانسك تحديدا بهذا الاتجاه، وهنالك ضغط أيضا على مدينة خيرسون، تقدم بهذا الشكل وتقدم بهذا الشكل من دون هذه الأسلحة من قبل القوات الأوكرانية، نعم، وليست القوات الروسية كما نتحدث الآن. وبالتالي إذا ما حاولنا أن نذهب مثلا إلى الخارطة إلى شرق أوكرانيا إلى المنطقة التي نتحدث عنها وأخذنا الحدود الإدارية لشرق أوكرانيا بهذا الاتجاه، هذه الحدود الإدارية لإقليم دونباس، وهذه الحدود الفاصلة بين لوغانسك وبين دانييتسك، وهذه هي طبعا خاركيف بهذا الاتجاه. الضغط كما تحدثنا يأتي في هذه المنطقة. لنقترب من هذه المنطقة بحسب تفاصيل صدرت قبل 24 ساعة من الآن من معهد دراسات الحرب من موقع ساوث فرونت الروسي تحديدا، لنأخذ هذه الصورة بهذا الشكل الواضح لكي نفهم ما الذي يجري وما الذي ممكن أن يتغير في هذه المعركة. وهنا كما نلاحظ بهذا الشكل
فإننا أمام بحيرة في هذه المنطقة. هذه البحيرة يأتي منها نهر يطلق عليه نهر سيفريسكي دونس، وهنالك سد بهذا الاتجاه. هذا السد هو مهم للغاية في طبيعة التحولات التي ممكن أن نراها، وكذلك هنالك نهر بهذا الاتجاه وهو نهر أوسكال. بالنسبة للقوات الأوكرانية، ولكي نفهم، بعدما تمكنت من حماية خاركيف ودفع القوات الروسية إلى الأراضي الروسية بعد حصار كبير للغاية ومحاولات روسية للسيطرة عليها، تمكنت القوات الأوكرانية كما تحدثنا من طبيعة الأسلحة التي تسلمتها من الولايات المتحدة الأمريكية من الناتو دفع القوات الروسية إلى هذه المنطقة وسيطرت على كوبيانسك وتعدت النهر الذي ترونه وهو نهر أوسكال بهذا الاتجاه، بل إنها بدأت بعملية ضغط كبيرة جدا على ديفروجينا بهذا الاتجاه، ولكنها لم تعبر النهر، وصلت إلى هذه النقطة تحديدا. وبعد ذلك القوات الروسية استشعرت بأنها أصبحت تحت الخطر، وبأن حتى مسألة اتخاذ النهر كنقطة دفاعية لها لم تعد نافعة لها. وعلى هذا الأساس، بالنسبة لموقع ساث فرانت الروسي، أكد بأن روسيا سعت وفعلا وجهت ضربة جوية مباشرة إلى هذا السد في هذه البحيرة التي تحدثنا عنها، والهدف هو تدمير هذا السد تماما من أجل إغراق المنطقة بالكامل التي ترونها هنا، وبالتالي إيقاف عملية الإمدادات للقوات الأوكرانية لدعم هذا الهجوم الذي ترونه. وعلى هذا الأساس القوات الروسية ستستطيع من عملية الإحاطة بهذه المنطقة وأسر القوات الأوكرانية أو إبادتها بالكامل والسيطرة على هذه المنطقة بالتمام والكمال وأبطاء طبيعة التقدم الذي تتمتع به طبعا القوات الأوكرانية. المشكلة الحقيقية بأن هذه الضربة الجوية التي جاءت على هذا السد لم تحقق النجاح المطلوب، والسد لا زال مستمرا ولم تؤدي إلى هذه النتيجة، ولكن هي خطة مطروحة ومن الممكن أن يضرب هذا السد. وهذا ما دفع بسرعة القوات الأوكرانية، ليس فقط بأنها بعدما سيطرت على كوبيانسك وبدأت بعملية اشتباكات مع القوات الروسية، ولكنها بعد أن سيطرت على ديفروجينا تمكنت من عبور النهر نهر أوسكال الذي تحدثنا عنه بهذا الشكل. هذا هو النهر الذي ركزنا عليه، وطبعا وصلت وسيطرت على مدينتين بشكل مباشر ومن دون أي مشاكل، ومدينتين طبعا هي مدينتين صغيرتين بهذا الاتجاه، وهي هريانا كيفكا وهوروبيفكا. هذه هي الأسماء الخاصة بهذه المدن التي سيطرت عليها، وبالتالي أصبحت القوات الروسية في مشكلة حقيقية للغاية. لماذا؟ لأن هنالك إمداد وخط سكة وسكة سكة حديد بهذا الاتجاه مع طرق مهمة جدا تستخدمها من هذه المدن التي تحدثنا عنها من أجل إمداد القوات الروسية بهذا الشكل من أجل الضغط على كوبيانسك، وبالتالي تم قطع كل الإمدادات القادمة بالنسبة للقوات الروسية من أجل الضغط على كوبيانسك. وهذا يرشح بأن القوات الأوكرانية ستتمكن من عملية الضغط بهذا الشكل ومحاولة إحاطة القوات الروسية ودفعها بهذا الاتجاه. القوات الروسية ليس لديها مجال إلا ضرب هذا السد من أجل إغراقها ومحاصرة طبعا القوات الأوكرانية وإعادة الضغط عليها. ما الذي يعنيه؟ إلى أين ذاهبة هذه القوات الأوكرانية بهذا الاتجاه عندما نتحدث بأنها ستندفع إلى هذه المنطقة، خاصة نحن نتحدث عن تسلمهم إلى منظومة ناسماز التي تحدثنا عنها. هنا كما تلاحظون وكما تحدثنا، هذه هي الحدود الإدارية بهذا الشكل لإقليم دونباس. بالنسبة إلى لوغانسك، وكما نعلم جميعا القوات الأوكرانية سيطرت عليها بالتمام والكمال وبدأت تضغط على دانييتسك وتحاول السيطرة على العديد من المناطق. المفاجأة الكبيرة التي كانت حاضرة وحتى هذه اللحظة أن القوات الأوكرانية ممكن إذا ما تمكنت فعلا ستندفع إلى لوغانسك وستبدأ بعمليات إعادة السيطرة على هذه المناطق وتضع ضغطا كبيرا على القوات الروسية بهذا الاتجاه. وعلى هذا الأساس أيضا يجب أن ننتبه أن القوات الأوكرانية لم تتوقف، هي تضغط في هذه المنطقة في منطقة ليمن الآن، وبدأت بعملية هجمات كبيرة للغاية، والقوات الروسية تحاول الخلاص من طبيعة ما هو قادم بالنسبة إليها. لاحظ كيف الأمور تتصاعد. لنذهب إلى ليمن بسرعة كبيرة لكي نفهم من هذه التفاصيل التي طبعا نشرها موقع ساوث فرانت مرة ثانية ومعهد دراسات الحرب بالاقتراب من مدينة ليمن. هذه هي مدينة ليمن التي ترونها والتي لا زالت القوات الروسية حتى هذه اللحظة تسيطر عليها. التطور الذي جاء والذي نريد الحديث عنه هو يأتي في ثلاثة نقاط
بهذا الاتجاه، وهي ريد كودوب بهذا الاتجاه، وكذلك نوفا، وكذلك هذه المنطقة وهي كاريفكا. هذه المناطق كلها تقريبا تسيطر عليها القوات الروسية بهذا الشكل. المفاجأة الكبيرة التي كانت قادمة من قبل القوات الأوكرانية بحسب معهد دراسات الحرب، تقدمت القوات الأوكرانية، لاحظ كيف الأمور أصبحت صعبة، وسيطروا على كاريفكا وعلى نوفا وعلى ريد كودوب بهذا الاتجاه، وأصبحت القوات الروسية تحت المطرقة في هذه المنطقة. لماذا؟ لأن هذا الهجوم قد قطع طريقا مهما للغاية ممتد من المناطق الشمالية إلى ليمن بهذا الاتجاه، قطعوه تماما. لن تكون هنالك إمكانية للقوات الروسية لإمداد وإرسال الإمدادات إلى هذه المنطقة من أجل تعزيز الدفاعات، خاصة وأن القوات الأوكرانية تنتظر الفرصة للانقضاض على هذه المدينة. وبالتالي بالنسبة لي القوات الروسية انتبهت بأن الأوكرانيين سيقومون بعملية إحاطة كبيرة جدا لهذه المدينة، مع الضغط بهذا الاتجاه سينهي كل شيء، وستسيطر القوات الأوكرانية على ليمن، وهذا ما دفع القوات الروسية بحسب موقع ساوث فرونت أن تسيطر على نوفا، وأن تسيطر كذلك على كاريفكا، وأن تحاول الإطباق هذه المرة على ريد كودوب التي بدأت فيها اشتباكات في المناطق الشمالية لها. وبالتالي لاحظ هنالك هجوم، وهنالك هجوم مضاد سريع من كلا الطرفين. لاحظ كيف القوات الأوكرانية تغيرت المعادلة بالنسبة إليها بعد حصولها على الأسلحة التي نتحدث عنها. كذلك كان هنالك مقطعا قادما من مدينة خيرسون التي رأيناها طبعا، والتي تتعرض إلى الكثير من الضغط. وكما تلاحظون هنا فإن المدفعية الروسية بدأت تضرب بشكل عشوائي للأرتال الأوكرانية، وهي تحاول الاقتراب والتقدم إلى مدينة خيرسون. الأوكرانيين يبحثون على السيطرة على خيرسون، التقدم إلى شبه جزيرة القرم، ضربات عنيفة للغاية. حتى هذه اللحظة الهجوم من الأوكرانيين لم يحقق النجاح باتجاه خيرسون التي تحدثنا عنها، ولكن الضغط عالي جدا، وهذا الضغط بوجود هذه الأسلحة التي تحدثناها، بوجود طبعا هذا السلاح الذي تحدثنا عنه، وهو الحامي والمنظومة الدفاعية الحامية للبيت الأبيض. وإذا ما دخلت الباتريوت والأف 16 ودبابات أبرامز، سنجد هذه المعادلة تنقلب مباشرة على الروس. وما الذي يعني هذا يا سيدي الكريم؟ هذا يعني ببساطة بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الآن، إن ذهبت في الاستفتاء فأنت ستدخل في معركة كبيرة جدا، والقوات الأوكرانية ستدخله في نقطة حرجة للغاية. وإذا ما تمكنت القوات الأوكرانية من المضي بالهجمات التي تحدثنا عنها، بالحصول على الدعم، بالحصول على الضغط، هذا قد يدفع بسرعة فعلا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من استخدام الأسلحة النووية. مع علينا أن نتذكر أيضا بأن التعبئة الجزئية الآن، بريطانيا قد تحدثت مؤخرا في 24 ساعة الماضية بأن بدأوا هؤلاء الاحتياط وجيش الاحتياط وصلوا إلى القواعد العسكرية، وبدأوا يتهيئون إلى الدخول إلى هذه المنطقة، والاستفتاء متوقع جدا أن يعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عملية استقلال المناطق التي يأتي فيها الاستفتاء. وبالتالي إذا ما تقدمت القوات الأوكرانية، ما هي الخيارات للرئيس الروسي فلاديمير بوتين؟ قد تعني استخدام الأسلحة النووية مباشرة. قد يعتبر البعض هذا الأمر مبالغ به، وأن الرئيس الروسي هدد فقط ولن يتحرك بهذا الاتجاه. المشكلة أن خبراء مثل دينيس روز الذي ترونه أمامكم، بمجرد ما صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستخدام الأسلحة النووية التي تنظر إليها الولايات المتحدة الأمريكية بشكل جدي، وجد فعلا بأن الرئيس الروسي دخل في مرحلة إحباط بحسب رأيه، وأنه ممكن أن يهدف إلى استخدام فعلا الأسلحة النووية، ونصبح في نقطة خطرة في ظل سيناريوهات العقوبات والتقدم الأوكراني ودخول المزيد من السلاح إلى الداخل طبعا الأوكراني. وكذلك في نفس الوقت فإن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يوم أمس بهذا الشكل قال بأنني لا أعتقد بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يخادع الجميع، كما تحدث هو في كلمته في مسألة استخدامه للأسلحة النووية. وبالتالي يجب أن نضع في حساباتنا أنه ممكن أن يستخدم السلاح النووي، وبالتالي ندخل في نقطة خطيرة للغاية. الأمور بشكل عام تبدو بالنسبة لإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بعد بدء العملية العسكرية الروسية في الداخل الأوكراني قد تبدو جيدة، بأن الإدارة الأمريكية الناتو تعاونوا في دفع القوات الروسية بهذا الاتجاه. القوات الأوكرانية تضغط في جميع الاتجاهات، لديها إمكانيات تعاون كبير جدا، وكذلك في نفس الوقت بأننا
يجب أن ننتبه أن التضخم الذي عانت منه الولايات المتحدة الأمريكية الذي وصل إلى 9.1% بسبب هذه الحرب قد انخفض إلى 8.5% ووصل إلى 8.3% تنازل، والأمور طبعا تبدو بخير بالنسبة للرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى درجة عندما ترى إلى مصادقة الشعب الأمريكي والإحصائية الخاصة به بحسب الـ 538 هي توضح بأن هنالك ارتفاعا لمصادقة الشعب الأمريكي على أداء الرئيس الأمريكي جو بايدن بشكل عام، وهذا قد يبشر بخير بالنسبة للرئيس الأمريكي جو بايدن. ولكن المفاجأة الكبيرة بأن رغم كل هذه التفاصيل فالشعب الأمريكي منتبه تماما إلى البنوك المهمة، البنوك العالمية الكبيرة الأمريكية، نتحدث عن جي بي مورغان، مورغان ستانلي وغولدمان ساكس، جاءوا بتقارير مهمة للغاية يوم أمس تحدثوا بأن الثلاثة أشهر القادمة ستشهد عملية ارتفاع في أسعار النفط جديدة، رغم أنها في الثلاثة أشهر الماضية كان هنالك انخفاضا بالنسبة لأسعار برميل النفط بنسبة 20%، لكن هذه البنوك ترى أن حتى نهاية هذا العام سيكون هنالك ارتفاعا لأسعار النفط بسبب التعبئة الجزئية، التهديد باستخدام السلاح النووي من قبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وبسبب مسألة الاستفتاء والتصعيد في التصريحات. وعلى هذا الأساس مورغان ستانلي وجدت بأن سعر برميل النفط سيصل إلى 95 دولارا نهاية هذا العام، جي بي مورغان وجدت بأنه سيصل إلى 101 دولار نهاية هذا العام، بينما جولدمان ساكس وجدت بأنه سيصل إلى 125 دولارا لبرميل النفط نهاية هذا العام، وهذا يعني عودة سعر النفط مرة أخرى وبرميل النفط إلى نفس السعر الذي شهده وشهدته أسعار النفط مع بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، يعني عودة الأزمات بشكل خطير. وهذا طبعا ما جعل إحصائيات مثيرة للغاية صدرت من الـ ABC نيوز الأمريكية كما تلاحظون يوم أمس، تلاحظ وتوضح بأن الرئيس الأمريكي يعاني، الحزب الديمقراطي يعاني في مصادقة ورغبة الشعب الأمريكي بالرئيس بايدن وكذلك بالحزب الديمقراطي في الانتخابات القادمة التي هي تعتبر انتخابات النصفية في نوفمبر القادم في الكونغرس الأمريكي في مجلسي النواب والشيوخ. على سبيل المثال كما نلاحظ هنا من الإحصائيات التي نشرتها الـ ABC نيوز الأمريكية بأن الشعب الأمريكي يعتقد بأن الأداء الاقتصادي لإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن سيئة بنسبة 74%، ليس هنالك رضا أبدا عن طبيعة ما يجري في مسألة الأداء الاقتصادي للرئيس الأمريكي جو بايدن. وكذلك بالنسبة للمصوتين كما تلاحظون هنا من هذه التفاصيل أن المصوتين والذين سيصوتون وسجلوا من أجل التصويت في انتخابات نوفمبر القادم في الكونغرس 47% منهم يريدون الحزب الجمهوري أن يسيطر على الكونغرس الأمريكي، فارق 1% طبعا ارتفاع طبعا أو زيادة بالنسبة للجمهوريين على الديمقراطيين. وكذلك من المصوتين الذين من المحتمل أن يصوتوا فإنهم حقيقة رجحوا بأنهم يريدون التصويت إلى الحزب الجمهوري بنسبة 51% كما تلاحظون، مقارنة ب 46% برغبتهم بأن يسيطر الديمقراطيين مباشرة على الكونغرس الأمريكي. واضح أن هنالك تقدم ورغبة للجمهوريين بالسيطرة على الكونغرس بسبب الأمور التي ذكرناها، وكذلك بأن البايدن جوب أبروفل وهو مصادقة الشعب الأمريكي على أداء بايدن بالنسبة للـ ABC نيوز الأمريكية، عدم المصادقة عليه وعلى أدائه أي عدم الرضا يأتي بـ 53%، أعلى بكثير طبعا من التي تحدثنا عنها موقع 538. والأهم من هذا الأمر هي الإحصائية لانتخابات انتخابات الرئاسية لعام 2024، ستلاحظ بشكل مفاجئ من الإحصائيات التي نشرتها الـ ABC نيوز، واضح أن الديمقراطيين يريدون someone else، شخص آخر، ولا يريدون الرئيس الأمريكي جو بايدن أن يكون مرشحا للانتخابات بنسبة 56% فقط من الديمقراطيين، 35% فقط من الديمقراطيين ممن يريدون بايدن أن يرشح لانتخابات عام 2024. وكذلك بالنسبة للديمقراطيين بشكل مثير يرغبون بترامب بنسبة 47% أن يكون مرشحا لانتخابات عام 2024، فارق 1% بالنسبة للجمهوريين ممن يريدون أو لا يريدون ترامب أن يكون مرشحا. وكذلك بشكل مثير رغم كل هذه الإحصائيات التي قد تبدو أن ترامب هو متفوق في هذه الإحصائيات إذا ما واجه بايدن، ولكن كما تلاحظون بايدن وترامب عندما تواجهوا بإحصائية الـ ABC نيوز التي نشرت يوم أمس توضح بأن 48% سيكون التصويت إلى بايدن بينما 46% إلى دونالد ترامب، فارق 2%. بالتالي نحن فعلا أمام تحولات كبيرة وضغط كبير على العالم، وأبواب الحرب النووية حاضرة وخطيرة للغاية.